وكيا مشات لك تفلي قلت عليهم وكيا شحال من واحد جايب من اللي بديا خلك تشوف المرايا في كرشك حضيا وشغل بالك وقع ما كيفكر فيك مع واحدة بحالك يعمل فيها اللي عامل فيك قوم عارفة كل شي صبر عليك رفد الحريق والطاقة اللي جد فيك وغير ارتاح ولا عطى الله عطاه ولد عرف كيف ترعاه غاجي نهار وغيسولك شكون باه وغير ارتاح ولا عطى الله عطاه ولد عرف كيف ترعاه غاجي نهار وغيسولك شكون باه ماشي الخاطر كتثقى لرماتك العافية كلاتك ماشي حرقاتك ينعل الغلطة اللي في طريقك ودراتك ينعل الاسلحة عند ولادك قاع مع حضراتك وشغل بالك وقاع ما كيفكر فيك مع واحدة بحالك يعمل فيها اللي عامل فيك قوم عارفة كل شي صبر عليك رفد الحريق والطاقة اللي جد فيك وغير ارتاح ولا عطى الله عطاه ولد عرف كيف ترعاه غاجي نهار وغيسولك شكون باه ولا عطى الله عطاه ولد عرف كيف ترعاه غاجي نهار وغيسولك شكون باه كانت في كتابة فالتليفون علاش كتب كدابة صافي طلعت الكتابة كانت مكتبة بسيف منك تسكت حيت الغلطة انت يا سبابة